رجل ليس كسائر الرجال يظهر في احلام الصالحين، الصالحين فقط، فيعيدهم بتحقيق امنياتهم ويصدق فيما يقول. احلام ورؤى، احلام كانت نتيجتها انتصارات في معارك وفتح لبلدان مستعصيه، وكفيف يعود اليه بصره، واخر يعرف موعد وفاته. كل هذا واكثر في هذا الفيديو فتابع للنهايه، وقبل ان نبدا، لا تنسى ان تشترك في قناه اسطر ليصلك كل جديد. النبي وفتح الأندلس لطالما تطلع المسلمون إلى عبور البحر إلى الأندلس ونشر الإسلام في تلك الأراضي حتى جاء العام الثاني والتسعين من الهجرة وفي عصر الدولة الأموية التي سطع فيها نجم القائد المظفر الشجاع طارق بن زياد واشتهر بعبقريته الحربية وكفاءته في قيادة الجيوش وتدبير أمور الحرب فأوكل إليه موسى بن نصير حكم طنجة ثم اختاره لفتح الأندلس فلما ركب ابن زياد البحر غلبته عينه في الطريق ونام فرأى النبي صلى صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار، رآهم وقد تقلدوا سيوفهم وأعدوا رماحهم وسهامهم وكأنهم خارجين لغزوة ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طارق، تقدم لشأنك وأوف العهد وترفق بالمسلمين. يا طارق، ترفق بمن معك من المسلمين. ثم تحرك النبي ومن معه فدخلوا الأندلس أمامه. وفي هذه اللحظة استيقظ طارق من نومه مستبشرا بما رأى في منامه ففرح فرحا عظيما وانفرجت أساريره. وعلم أن الفتح سيتم سيتم لا محالة. فحكى ما كان في منامه لأصحابه فكبروا وهللوا واستبشروا جميعا بنصر الله في فتح الأندلس وأيقن ان رؤيه النبي في المنام حق وأن ما بشر به من نصر واقع لا محالة وفعلا قد كان هذا فقد دخل طارق ومن معه من المسلمين في معركة مع القوط الغربيين سميت بمعركة شذونة وانتصروا فيها انتصارا ساحقا برغم شهرة ملكهم لوزريق قوته وتحقق وعد النبي لطارق وسقطت دولة القوط في أيدي المسلمين وتوالى بعدها سقوط معظم أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية لتدخل تحت حكم المسلمين لثمانية قرون نبي مجددا في الأندلس بعد أن فتحت الأندلس بعدة قرون وفي عهد ملوك الطوائف بالذات حاصر ألفونسو السادس سراقسطة وكاد أن يوقع بها فتوجه يوسف بن تاشفين على رأس جيش المرابطين إلى الزلاقة وأخذ يجهز فرق الجيش ويدرب جنوده ويعدهم للقاء النصارى فبلغ ذلك الأمر إلى ألفونسو فترك حصار سرقسطة وتوجه إلى الزلاقة ولكنه كتب إلى ملك أراغون وإلى ملوك أوروبا قاطبة يطلب منهم المدد والنجدة وفعلا أمدوه بالأرتار والجيوش تترى حتى صار قوام جيش النصارى خمسون ألف مقاتل بينما لم يتجاوز جيش المسلمين الخمسة وعشرين ألف ألف مقاتل وكان قساوسة النصارى ورهبانهم يرفعون الصلبان على مقدمة جيشهم ويعيدون الجنود بالجنة إذا قتلوا ولعبوا على المسلمين حربا نفسية قذرة لإضعاف عزيمتهم ولكن الحق أبلج والباطل لجلج فذات يوم استيقظ أحد فقهاء قرطبة من نومه ويدعى أبو العباس ابن رميلة فأسرع إلى حيث يرابط جيش المسلمين وطلب لقاء يوسف بن تاشفين لأمر عظيم جلل وفور لقائه بابن تاشفين قال قال له ابن رميلة: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يبشرني بالفتح والنصر ويبشرني بالشهادة في سبيل الله، ويقول لي: يا أبا رميلة إنكم منصورون وإنك ملاقينا، فلم يتمالك ابن تاشفين نفسه من الفرح، وأيقظ المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس وعبد الله بن بلقين وجميع قادة الجيش، وقص عليهم رؤيا ابن رميلة فهزهم ما سمعوا جميعا من شدة الفرح، فأيقظوا الجيش كله في منتصف ليل ونشروا فيهم الخبر فاستعاد المسلمون جميعا همتهم العاليه وارتفعت معنوياتهم وباتوا ليلتهم يكبرون ويقرؤون سوره الانفال حتى قيل ان جيش النصارى اصابه الرعب لما وصلته تكبيرات المسلمين وراودتهم رغبه بالانسحاب وانضم ابن رميله الى صفوف الجيش ووقعت الزلاقه المعركه الشهيره الطاحنه وكان فيها مكان وانتصر المسلمون انتصارا عظيما واستشهد فعلا ابن رميله وتحقق وعد رسول الله ميتا كما حقق حية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي في عين جالوت في مدينة دمشق بالذات وكسائر الفتيان الصغار كان قطز يلعب مع اصحابه ويلهون ويمرحون، وكان له صديق يدعى حسام الدين، فيقول حسام الدين محدثا: كنت العب مع قطز ونحن صغار فاصفعه ويصفعني، ومرة وبينما نحن كنا نلعب، صفعته وسخرت منه، فقال لي: اني ساملك مصر وقد بشرني النبي بذلك في المنام. بعد ذلك يروي قطز ويقول انه اصيب بقلق وارق ذات ليله، فتوضأ وصلى من الليل ما صلى ثم اضطجع ونام، فرأى في منامه وكأنه تائه في صحراء قاحله فجلس من حيرته يبكي على صخره، وفجأه اذا بنور ابيض يسطع في وجهه، وبه رجل جميل الوجه يلبس ثوبا من ابيض، كان هذا الرجل مع لفيف من اصحابه، فاوقف الرجل اصحابه وتقدم نحو قطز، وربت على صدره وقال له: توجه الى مصر فإنك ستملكها وتهزم التتار. ثم تركه وانصرف مع أصحابه. فنادى قطز عليه بأعلى صوته وقال: ألا تخبرني من أنت؟ فنظر إليه أحد أصحاب الرجل وقال له: ويلك! هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قطز: فقمت من منامي وانا في فرح لم يصبني مثله من قبل، وما زلت اشعر ببروده كف النبي على صدري، ثم اسرع قطز الى مربيه ومعلمه ابن الزعيم وقص عليه ما راى، ففرح به فرحا شديدا وغسله وطيبه وقال له: اذهب الى العز بن عبد السلام واخبره بالامر، فلما راه العز بهيئته التي لم يعتد رؤيته عليها، قال له: ما لك اتيتني وجلا؟ هل تزوجت؟ فقال قطز: لا. ولكني رأيت النبي في المنام، وقص عليه ما رأى، ففرح به العز فرحا غامرا، وقال له: إن صحت رؤيتك فإنك ستملك مصر وتهزم التتار، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإن النبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولقد تحقق وعد النبي وتملك قطز على مصر، وكان بينه وبين التتار ما ضجت بذكره كتب التاريخ، حتى هزمهم في موقعة عين جالوت. انقذني يا محمود هذه القصة حدثت بين نور الدين زنكي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد نور الدين زنكي من أشهر حكام المسلمين وقادتهم، فبالرغم من عدله وإصلاحه وحروبه الطاحنة مع الصليبيين، إلا أن اسمه ارتبط في التاريخ بالقصة الشهيرة المتعلقة بمحاولة سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من قبره، ففي العام 557 من الهجرة، وفي ولاية نور الدين، إذ نام ذات ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، رآه. وهو يشير الى رجلين اشقرين ويقول له انقذني من هذين أنقذني من هذين فانتفض من نومه خائفا فزعا ولم يستطع تفسير ما رأى فتوضأ وصلى من الليل ما صلى ثم خلد إلى النوم مرة أخرى ولكن ما إن غرق في نومه حتى رأى نفس الرؤية تكررت عليه بنفس تفاصيلها فقام للمرة الثانية وأعاد وضوءه وأطال في صلاته هذه المرة ثم عاد إلى فراشه مجددا ولكنه رأى ما رأى من قبل تماما رأى هذه الرؤية تكررت معه للمرة الثالثة بنفس تفاصيلها فعلم حينها أن الأمر عظيم فاستيقظ ونفض غبار النوم عن وجهه وقال لم يبق نوم بعد الآن ثم أرسل في طلب وزيره جمال الدين الموصلي وقد كان رجلا صالحا صاحب علم فقص عليه ما رأى ففزع الوزير وقال له وفي قعودك إلى الآن أيها الأمير اخرج إلى المدينة النبوية الآن واكتم ما رأيت حتى تتبين الأمر فتجهز نور الدين وخرج ليلا واصطحب معه جمال الدين وما إن وصلوا إلى المدينة حتى أذ. في الناس أن الأمير جاء لزيارة النبي ومعه أموال للصدقة وطلب أن يكتبوا له أسماء كل المتواجدين في المدينة وأن يحضروا كلهم أمامه ليأخذوا صدقاتهم وأخذ يتأمل في الرجال ليرى من تتشابه صفاتهم مع صفات الرجلين اللذين رآهما في المنام وكل من لا يشتبه به يعطيه صدقته ثم يصرفه حتى انفض الناس جميعا فسأل الأمير زنكي رجاله هل بقي في أهل المدينة من لم يأتي لأخذ صدقة فأخبروه أن هناك رجلين من المغرب غنيان لا يحتاجان إلى الصدقة كما أنهما من أهل الصلاح كثير التصدق والأعطيات على الفقراء والمحتاجين فأمر بإحضارهما على الفور وإذ به يتفاجأ بأنهما ذات الرجلين اللذين رآهما في المنام ورأى النبي يشير إليهما بالذات فأخذهم واستنطقهم فلم يفصحا عن أي شيء ولم يعترفا بشيء وقالا له قدمنا للحج واخترنا الإقامة بجانب المسجد النبوي تيمنا وتبركا به فلم يصدق يصدقهم نور الدين، فأخذ نور الدين يستجوبهما ويضربهما حتى اعترفا أنهما نصرانيان، وقد جمع لهم النصارى أموالاً طائلة في مقابل أن يختبئا بين الحجاج المسلمين، ويذهبا إلى المدينة لنبش قبر النبي وسرقة جسده الشريف، فكانا يحفران كل ليلة جزءاً ويخبئا التراب بين ملابسهما، ثم يخرجان إلى شوارع المدينة ليلاً فيضعان التراب بين المنازل والشوارع والمقابر، يذهبا إلى المقابر ويفرغا هناك التراب، والذي يراه يعتقد انهم ذهبوا الى المقابر لقراءة الفاتحة او ما شابه، وقالا ايضا للامير زنكي انهما عندما اقتربا من الوصول بحفرهما الى حفرة الدفن، ارعدت السماء وابرقت بشدة، حتى كادت ان تقتلع الجبال فكفوا عن الحفر، وكان دخول نور الدين الى المدينة في صبيحة تلك الليلة، وبعد ان استقر نور الدين برايه ورأى مقدار ما حفروا، بكى بكاء شديدا وامر بضرب رقابهما، ثم امر بحفر خندق حول القبر الشريف وأذاهما ذهب الرصاص وصبه في ذلك الخندق ليمنع الأيدي الخبيثة من الوصول إليه البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم العملاق الذي لم يأتي الزمان بمثله في قوة الحفظ والصبر على البحث ودقة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه محمد بن إسماعيل البخاري، ولمن لا يعلم فإن البخاري له سوابق في رؤيا الأنبياء المنامية، فقد ولد يتيم الأب وفقد بصره في طفولته. فكانت أمه تقوم الليل كله وتبكي بين يدي الله عز وجل، وتتضرع إلى الله أن يرد على ابنها اليتيم بصره، وظلت طويلاً على هذا الحال تدعو وتلح في دعائها، حتى كادت تذهب عيونها هي الأخرى من كثرة البكاء، حتى نامت ذات ليلة بعد أن أنهكها الوقوف في قيام الليل، ولم يكن نومها هذه المرة عادياً بالمرة، فقد قامت مهللة مكبرة، قامت من نومها وهي تردد: "نبي الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم، هل استجاب الله دعائي؟" فلما سُئلت عن حالها، قالت: أنها رأت في منامها سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول لها: "يا هذه، لقد رد الله على ابنك بصره لكثره دعائك فاسرعت نحو ولدها النائم تتحسس وجهه وقلبها يكاد ينخلع شوقا لتحقق رؤياها واستجابه دعوتها وكادت تخر صرع عندما رات صغيرها يستفيق فيفرك في عينيه ويفتحهما ثم يصرخ ويقول امي انا اراك يا امي ومن يومها قررت الأم أن تهب ابنها لله تعالى فيتعلم القرآن وعلوم الشرع فكان فطنا ذكيا يفوق أبناء عصره جميعا ثم وقعت له رؤيا نبوية أخرى غيرت حياته للمرة الثانية فيقول رأيت في منام ذات ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة من خوص النخيل أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقالوا لي أنت تذب عنه الكذب وإنك إن شاء الله ستدفع الكذب والافتراء عن رسول الله فانتقل البخاري بعد هذه الرؤيا إلى مكة قاصدا الحج مع أمه ولكنها عادت وتركته هناك ليتلقى العلم من منابعه وهناك صنف كتابه التاريخ الكامل صنفه وهو ابن الثامنة عشر فقط لتبدأ رحلة البخاري في طلب العلم ورواية أحاديث رسول الله ويصنف لنا أصدق كتاب عرفته البشرية بعد القرآن ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم. في العام الثاني بعد الثلاثين من الهجره، ذهب رجل الى فقيه الامه عبد الله بن مسعود في المدينه وقال له: يا امام اني رايت في المنام رسول الله وله شان معك، فانصت ابن مسعود للرجل فقال: اني رايت النبي يقف على ربوة عالية ورايتك في مكان دونه، فناداك النبي وقال: يا ابن مسعود، هلم الي يا ابن مسعود، هلم الي فقد جفيت بعدي. فقال ابن مسعود للرجل: أأنت رأيتها؟ فقال الرجل: نعم. فقال له: عزمت عليك ألا تخرج حتى تصلي علي، أي لا تغادر المدينة حتى تحضر جنازتي وتصلي علي. وكأن ابن مسعود فهم من رؤيا الرجل أن أجله قد حان إلى لقاء ربه واللحاق بالنبي، وما هي إلا أيام قلائل حتى مات ابن مسعود وصلى عليه الرجل. الحسن البصري كان الحسن البصري من العلماء الزاهدين المشهورين تقي ورع صالح وروي عنه كذلك انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله عظني، فقال له النبي: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون، ومن لم يتعاهد النقصان في نفسه فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك المزيد والمزيد من هذه القصص، ان احببت الفيديو واحببت هذه القصص، اخبرني في التعليقات كي نعمل جزء اخر ان شاء الله.